مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج هدايا رمضان. لينها خلوكم مع فقرة ثقافة عامة. السلام عليكم، عرفني بكم. محمد سالم الميوك. مرحبا بك محمد سالم. محمد سالم يطرح لك سؤال، وإذا جاوبت له تربح معنا هدية. من هو مكتشف قطب الجنوبي؟ من هو السلام عليكم، عرفني بكم. اسم كريم معروف والمالك. مرحبا بك معروف. معروف لأن طرح عليك السؤال، وإذا جاوبت له تربح معنا هدية. من هو أول رائد فضاء في العالم؟ من هو أول رائد فضاء في العالم؟ السلام عليكم، عرفني بكم. أنا اسمي الطالب. طالب مرحبا بك. الطالب لأن طرح عليك سؤال، وإذا جاوبت له تربح معنا هدية. من هو الغلام الذي جاءت أمه تسأل عن مصيره؟ من هو الغلام الذي جاءت أمه تسأل عن مصيره؟ السلام عليكم، عرفني بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم محمد عبد الله من لقب الله. مرحبا بك. لين أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. مستعد. من هي التي زوجها النجاشي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماريا. السلام عليكم، عرفيني بك. عليكم السلام، أنا قال لي نجاح. مرحبا بك نجاح. نجاح، أنا أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. توفيق إن شاء الله. إن شاء الله. ما أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ غزوة بدر الكبرى. السلام عليكم، عرفني براسك. اسمي علي ولا رايش. مرحبا بك. قاري قاري، لهنا أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. من هو الغلام الذي جاءت أمه تسأل عنه؟ من هو الغلام الذي جاءت أمه تسأل عن مصيره؟ زيد بن حارثة. السلام عليكم، عرفني براسك. وعليكم السلام، أنا اسمي سيد أحمد. مرحبا بك سيد أحمد. سيد أحمد، أنا أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. من هو أول رائد فضاء في العالم؟ رائد فضاء ما عرفته. السلام عليكم، عرفني بك. وعليكم السلام، اسمي محمد أحمد بن محمد رغوة. مرحبا بك محمد أحمد. راهي نطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. من هي التي زوجها النجاشي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ خم. السلام عليكم، عرفني بكم. جمال اللعبة. مرحبا بك جمال. جمال، أنا أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. كم قلبا للأخطبوط؟ الأخطبوط به كثرة الكرعين ما قد يعود عنده أقل من قد عن ثلث كرعين. ثلث قلوب ما قد يعود عنده أقل منها. مبروك عليك، هذه هدية مقدمة من طرف محلات توتوم تعيلر بالتعاون مع شركة تدريم. مرحبا بك. رمضان مبارك إن شاء الله. علينا وعليك، علينا وعليك. هدية. السلام عليكم، عرفني بكم. عليكم السلام، مصطفى. مرحبا بك مصطفى. مصطفى، لين أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. ما أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسكم غزوة بدر. السلام عليكم، عرفني بك. عليكم السلام، نقادي بابا. مرحبا بك بابا. لين أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. من أول من رمى بالسهم في الإسلام؟ أول من رمى بالسهم في الإسلام ما هو حمزة بن عبد المطلب. السلام عليكم، عرفني بكم. اسمي حمادي. حمادي، مرحبا بك حمادي. لين أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. ما اسم جبل الذي يوجد فيه غار حراء؟ ما هو جبل. مبروك عليك، هذه هدية مقدمة من محلات توتوم تعيلات بالتعاون مع تدريم. مرحبا بك وسهلا. السلام عليكم، عرفينا بك. عليكم السلام ورحمة الله. مينتو. مرحبا بك مينتو. مينتو، لين أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. ما أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. السلام عليكم، عرفني بكم. السلام ورحمة الله. محمد ملعنين. مرحبا بك محمد ملعنين. لين أطرح عليك سؤال، وإذا جاوبت لي تربح معنا هدية. من هو مكتشف قطب الجنوبي؟ قطب الجنوبي قطب الجنوبي ما عرفت.
السلام عليكم، عارفيني بك؟ عليكم السلام البتول. مرحبا بك البتول. البتول انا اطرح عليك سؤال واذا جاوبتي له تربح معنا هديه. ماذا فعل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 5 للبعثه؟ هاجروا الى الحبشه. مبروك عليك، هذه هديه مقدمه من محلات توت ومتعدل بالتعاون مع تدريم. مبروك. السلام عليكم، عرفني بك. اسمي الشيخ. مرحبا بك الشيخ. شيخ لنا اطرح عليك سؤال واذا جاوبت لي تربح معنا هديه. من هو مكتشف قاره استراليا؟ ما اعرف. السلام عليكم، عرفني بك. السلام، مرحبا، معك ده شاب موريتاني قاعد باب احمد. مرحبا بك باب احمد، لين اطرح لك سؤال واذا جاوبت لي تربح معنا هديه. اين تقع قناه استاكيوس؟ اين تقع قناه استاكيوس؟ ما اعرف. السلام عليكم، عرفني بك. عليكم السلام، اسمي ياسين مغربي. مرحبا بك ياسين. ياسين، لين اطرح عليك سؤال واذا جاوبت له تربح معنا هديه ان شاء الله. من هو اول رائد فضاء في العالم؟ اول ايش؟ رائد فضاء في العالم. ما عرفت. السلام عليكم، عرفني بكم. اسمي الكوري والورزق. مرحبا بك الكوري. الكوري، نطرح عليك سؤال واذا جاوبت لي تربح معنا هديه ان شاء الله. ما اول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول غزوه النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر الكبرى. مشاهدينا الكرام، لا يخلوكم لارك مع فقرة التراث. السلام عليكم، عرفني بكم. وعليك السلام ورحمة الله، أنا قالي محمد سالم. مرحبا بك محمد سالم. محمد سالم، لين أعطيك مثل حساني ولين تجاوبني لين تربح معي هدية. ما هو كل قريب يدخل؟ شو دوري به؟ شو دوري به؟ دوري تفسير ولا؟ دور تفسير. معناها على ما كل قريب يدخل، معناها على انه ما هو لا كل شيء قد حد يستهين به. يا الله الامور يعد حد قابلها بجديه كبيره، وعلى ما فهم شيء سهل مطلقا. الامور كامله تحتاج القدر من الانات والتحليل والدراسه والتشخيص. ياك على القرار اللي يعود مقبول، مقبول بحكمه. مشاهدينا الكرام، درك وصلنا إلى نهاية الحلقة في أمان الله.